اول كان يذبح القليل لما انت تعرف الناس ويشوفون حياتك يا شغلك ويتحملك. هذا مفطر عشيتك ما بتقدر تجهو ربك قالك سبب لازم تتسبب. احنا لقينا المهنة دي لين نكسب لين نعيش. والله كان والدي علمنا عند الكيل اصلا عندما ياكل يقول لي انتبه في الكيل. كنت موظف انا في المشاريع الروسيه اول ايام الحزب. اقول بقعدت انا قلت بديل ما اسير في شوارع في تكاك ولا في حواش في اقلك حنظل. وانا اشتغلت كنت في السعوديه هنا قدام 73 في الستينات وفي السبعينات في السعوديه. انا لقينا حنظل هناك وقفنا جينا هنا واشتغلنا. توظفت بعد ما توظفت تقعدت يوم صرت 60 قالوا لي خلاص معلك شغل. ريت فكرت في الحنظل وقلنا بالتالي بدل ما تضلي في شارع وتتعب تلاقي لك شغل قليل تسبب. والحمد لله وسببنا وعطلنا رزقنا. يوم بديت بالحنظل نقيلي شوي قص كيس كيس ونص ونطلع للسوق ونبيعه نهار نبيعه ونهار ما نبيعه خليه نجيبها الأول من التاير. وبعد ما نجيبها من التاير نعطيها للملقطين الناس اللي يلقطونها وعقب نجيبها لنا ونذلعها نذلعها بعد ما ندرون الحب السوداء والوثاق منها وذا نذلعها ندل الخفيفة منها. بعد ما تنزل الخفيفة نمرسها بماء وملح وصليط لها أدوات ونخليها 24 ساعة وهي في الصندوق. ومنها عقب بعد ال 24 ساعة تبدأ الفاير تبدأ في شغلها في العمل حقه. اللي بس يبونه من السودان التجار نحن نشتري على مبلغ بسيط على شوي شوي. وعقب تبدا في العمل الفاير لما السبعه ثمانيه عند الطلب. بعد الفاير بعد ما تصلي الفاير عمل لمان المغرب لا عمل. العمل الأول الصبح تحميس وبعد ما تحمس الصبح تطلع السوق تنزور بعد الظهر الساعة 7 بتقول 12 عتلة وحدة وحدة ونص ثنتين تخرج من السوق ترتاح لك لمان 3:30 3:30 تريح تجيب حنظل من عند القطين وتجي تدلعها. وبعد ما تدلعها تمرسها وتدي لها حق الملح والسليط والذا وتطرحها بالصندوق وتمي لما نهار ثاني. المحماس ما تقدر تحدده به عند النار لكن كان ناقص النار تبطي في المحماس. ولو كان النار قوية في خلال دقيقة في خلال دقيقة ونص أبقيت المحماس حمس. ايوه في اول ليات تأخرت قليل يحترق الحمض تندرها تخسر تلقطها تندر المحرق ده كله منها
يا خسارة عليك، لازم تكون تحافظ على الشغل، لا أحد يشدهك، هل أحد شدهك تحترق الحظ، خسرت. في اللي يبغاها الدنيا عيم واللي يبغاها معدولة، عندك نظرك أنت، فهو شيء لها وقت له. في بعض نايحة حمراء يقولون لها حمراء، حمضة الحمراء نايحة زي النياح، وفي معدول وفي اللي أبيض قليل، ثلاثة ناس تطلع. ده رمل 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 حصى حجر صغير، نقول له بطحة، نحن نقول له بطحة، هذا اللي داخل يدورها، تدور في ال يدور في المحمس يومية، يشغل يدور يدور مع التوقف البنية الحمضة تحترق. في عادية سودانية، في مصرية، في بلدي شغل بلاد هنا عربي يقولون له حمضة صغيرة. والله دحين الوقت الحاضر حبوا المصري، ده مصري حبة كبيرة وهنا تملي اسمه. هلا هذي عند الجد، عند الاستعمال، الواحد اللي هو اللي أي واحد يجي حنظل شوي تطلع حنظل ثاني، شوف أخذها سلوكي، الحنظل هي أنت صاحب مكاين وإنه صاحب ذا، ها الحنظل أي حنظل اللي ينفخش ذا ما تزين الحنظل، الحنظل بالسبب الشوي قاعد أقليل وهو ثاني. عند النظافة، عند النظافة، عند التلقيط، نحن في انت في السوق اي ناس، في اللي يقص السواق وفي اللي يقص شوي ما نظفه. الحين هناك في السوق الزبون هو يختار، يقلب الحناظر كلها، قال حقي حار حقي بارد. اول كان به القليل، ما انت تعرف بالناس وشون حياتك يا شغلك وعملك اهل تحسينك، هو اهم شيء التحسين، زين بضاعتك، اذا زينت بضاعتك الغلب تحبك. هذا مصدر عشيتك، ما بتقدر تعيش، هو ربك قالك سبب لازم تتسبب، لا للعيش تعيش، ما تسببت ما حد يعطيك شيء، لا ما خدمت ما حد يعطيك شيء، لما اشتغلت ما حد يعطيك شيء، منين بتاكل؟ بتاكل الا من كسب يدك، احنا لقينا المهنه دي لنكسب لنعيش، المهنه يا ريال عيش ولا هي متعبه وخطيره، كلها نيران وحراره، عارف الصيف يم إلا بالمراوح، ما تقدر في البرد تشتغل بلا مروحة، المروحة هذه تبعد العكر منك الدخان وذا، لما الشغل بلا متعبه إلا خلاص مبلي، ولا ما شيء عمال فيه. في اليوم منتي يونيتين، ثلاث يواني، أربع عند الشغل، عند الطلب زاد على أربعة ما تقدر، بس أكثر أنا زبين إلا برا، كلهم برا، ما حد من هالبلاد، دكاكين عم هنا في دكاكين وايد، لأن الزباين في حورة والقطن، ولأن الزباين في المكلة، زماين التفيات في هيدي ها في أبوظبي وفي في اليمن هنا في صنعاء وفي مارب
ما أعرف حتى الأماكن. المكاين اللي عادلة قريب إني معه هقعد 4 سنين يا 5 سنين المكاين. كان إلا كل ما هو على اليد والده على المحامي زي ما الأسلوب اللي هو ده إنه التالي وإنه هو ده الأسلوب اللي واحد النتيجة واحدة إنه مكينة وإنه يد بس المكينة تنتهي وايد وهذا متعب بس بالبطيء بالبطيء. إليه في آلامه وآماله، معه ليتسع الحلم، به ليكتمل المشهد، بلقيس حيث الإنسان. برنامج مسابقاتي بقالب إنساني يشيع الأمل وسط ركام الحرب. تابعنا المادة التي عرضت وكانت يسلط الضوء على قضايا وحالات تستحق المساندة، يقدم الحلول الممكنة ميدانياً ويلفت الانتباه لمثلها. للاشتراك في البرنامج والفوز بإحدى الجوائز اليومية ما عليكم سوى متابعة الحلقة والإجابة على السؤال الذي ستذكر إجابته من خلال الحلقة وإرسال الإجابة الصحيحة على رقم الواتساب الظاهر على الشاشة. قد تكونون من الفائزين 3 بمبلغ 100,000 ريال يومياً لكل فائز. سوق الحنظل، سوق الحنظل، سوق الحنظل، هذا اسم كلمتان تتكرر عند الناس. سوق الحنظل، سوق الحنظل، سوق الحنظل، هذا مشهور يعني من قديم، يعني من أيام الدولة الكثيرية. ونحن نتكلم ونحن بداخل سوق سيئون، سوق الحنظل، السوق الشعبي والسوق الذي كل من دخل سيئون لازم يزور السوق هذا، لما فيه من بضايع مشكلة، بضايع مختلفة وهدايا. سوق الحنظل فيه عدة أشياء، وفيه بياعين منه اللي يبيع الذرة والذرة، يعني الدري بشكل عام، منه يبيع الحنظل، منه اللي يبيع الحلويات، ومنه اللي يبيع التحف. موضوعه الآن أمام القصر حق سيئون، له عدة أبواب، 4 أبواب له. الباب الأول بدايته من أمام القصر، باب البوكندان، والباب الثاني من خلف القصر أمام مسجد الجامع، وله 2 أبواب يطلع إلى أصحاب الفضة، والباب الثاني يطلع إلى سوق النساء. في سوق اللي هو خلفنا هذا سوق قسبل، يعتبر من أقدم الأسواق، والسوق الثاني هذا يدخل هنا على سوق داحس. ينباع في سوق الحنظل هذا في بدايته في الناحية الشرقية كان ينباع الحنطة، والسوق الوسطي هذا ينباع فيه النوع من الكماليات والحلويات والحنظل
والسوق القصبة الوسطاني كان ينباع فيه الحنيد واللخم ومتطلبات البيوت، يعني طبعا من بقالات صغيرة. عندما يأتون الناس هنا يدخلون القصر ينسون يزورون القصر، لازم يدخلون السوق هذا لأنه فيه يعني الناس تتذكر التراث فيه وتتذكر يعني بايعته هنا، يسألك عن شيء تعطيه من الباب. يعني لو مثلا بغى سوق الفضة توديه من هذا الباب، إذا حب غاز سوق النساء توديه من هذا الباب، يعني له عدة أشياء كثيرة. كان قديم السوق هذا في 97 في التسعينات، كان السوق كان سواح يأتون إلى البلاد هذه بكثرة، سواح يعني غير طبيعيين، يعني يشوفون سيئون وكل ما دخلوا القصر لازم يدخلون السوق هذا، يطلعوا في هذا الباب هذا الشارع ينزلون من هذا الباب ينزلون بالباب حق بوكندان، كلهم بشكل عام السواح. السوق هذا يعني يعتبر سوق تراثي، ونحن لنا تقريبا من بداية نهاية الستينات نحن في السوق هنا، أو من بداية السبعينات، وعشنا في بعملنا المخصوص هذا اللي هو حلوى. الحمد لله كلها هذه يعتبرون أصحاب السوق كأسرة واحدة متكاتفين فيما بينهم، يوزعون اللي يبيع الحنظل اللي يبيع البسكوت اللي يبيع الحلوى اللي يبيع متطلبات البيوت من حوايات بهارات هذه وذا. السوق يعني أغلبهم يبيعون حنظل هنا، وأصحاب السوق كلهم بشكل عام متراحمين، يعني لما عنده إذا عندك الزبون يسألك على بضاعة وهي ما عندك تقول له عن ياري أو تقول له عن ياري، هم كلهم متكاتفين أصحاب السوق هذه، ولا لا بتنظر هذا يبي حنظل وهذا يبي حنظل وهذا يبي حنظل وهذا يبي حنظل، يعني بس خلاص الرزق مسخر من الله انه ياتي هذا الزبون لعندي او يجي لعند غيري او يجي لعند اخي هنا. يعني اصبح سوق الحنظل فيه من الرحمه، يعني هي عدد المحلات فوق 50 محل تقريبا تابع للأوقاف العامة، وفي أوقاف خاصة برضه، وفي الملك هذا حاجات بسيطة يعني ما هي كلها ملك. والله أنا أتي الساعة 7:30 تقريبا، أتي هنا السوق الساعة 7:30، أطلع من البيت وأتي هنا 7:30 بداية، نفتح وننزل سيماني وأطرح هذا هنا ورتب السماء، يستغرق تقريبا نصف ساعة تقريبا عندما تطرح هذا هنا وتوضع هذا هنا وتوضع هذا هنا وترتب هذا توضعه هنا، يعني يأخذ من الزمن نص ساعة، وبعدين يأتي الزبون عندي أنا، من هو اللي يبغى عندي من هو اللي يبغى عن ياري، وأصحابنا نفس الموضوع هذا يفعلوها زينا هكذا، بعض منهم اللي يتأخر منهم اللي يتقدم. بس على يوسف يلف، والله كان أبي في هذا المكان قديم وأنا صغير في هذا الاتجاه، وفي عدة لقطات تطلعونها في تلفزيونات حق الجمهورية وأنا في هذا الشيء وأنا في هذا المكان وأبي في هذا المكان يكيل حنظل وأنا في هنا. والله كان والدي يعلمنا
عند الكيل اصلا، عندما ياكل يقول لي انتبه في الكيل. سبحان الله ونحن الحمد لله. البعض يكيل يمسك المصرة كذا. ويعلمنا البيع والشراء وانا في اتجاه هذا، ومعي اخواني عاد اثنين لكن ربي افتح عليهم في اعمال ثانيه، كانوا يجون هنا مننا ثلاثه. في يجون هنا ويحاوشون يعني يساعدون الوالد هنا. ونحن بينبض. سبحان الله يعني الان دار الزمن اصبحت انا وهذا الولد. نجلس مع الوالد هنا، وكنا وبعدين نحن كان عندنا السوق قريب لنا من المدرسة تجي للثورة زمان، نحن ننزل من المدرسة ونعقب الوالد علينا في العمل هنا برضه. عندنا مقاهي تحت كانت بينب القصر هنا، نشرب لنا الليم فيها. من عادة الأطفال يأتون هنا ويعبر هنا ويقول لي كيش شوي حنظل، نعطيه شوي حنظل بطيبة نفس. ما هي صحيحة عادة، ما هي ممتازة، لكن حق محبة وحق رحمة نعطيه الحبات هذه وشلها ويفرح الطفل ويذهب. كنت في دائرة في مرفق حكومي، وبعدين معي اوراق بصورهن، يا واحد شلهن على ما اعتقد تقريبا وراح يصورهن، قال بحق الحنظل اللي نشلها هذه منا كنا احنا صغار. هذا يعني كبار يعني عبرت اجيال كبيره، يعني في ناس كبار عبروا عندنا ونعطيهم حنظل الحمد لله يعني من فضل الله، وهذه كطيبه نفس لهم. والله نحن من عادتنا إذا أعطينا الزبون يعني بضاعته يعني كل شيء جمعناه له نعطيه كيس حنظل. نوضع له شوي فصوص، هذا يعني كترغيب للزبون وكهدية. إن شاء الله ما نفكر في العدي، نفكر في الشيء الذي تكسبه من الزبون، هذا تعطيه إياه ويذهب ويروح هو منك يروح مبتسم، لأنه حتى إذا راح مبتسم إذا وصل البلاد يوصف لك على الإنسان هذا الذي اشتراه من عنده. وكثير وإذا أنت تريد حتى مكعك أعطيك.